ثم إلى نشر رياضية مفصلة من الميادين. الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إقالة أمينه العام جيرون فالكي المتهم بالتورط في قضايا فساد. الفيفا أصدر بيانا جاء فيه أن لجنة الطوارئ قررت في 9 من كانون 2 يناير إقالة فالكي من منصبه على نحو فوري. قضاة لجنة القيم كانوا قد أعلنوا الأسبوع الماضي فتح إجراءات رسمية ضد فالكي الذي عوقب سابقا بالإيقاف برغم نفيه ارتكابه أي خطأ. براين خيمينيث في قبضة السلطات الغواتيمالية تمهيدا لتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. قوة الأمن ألقت القبض على رئيس اتحاد كرة القدم الغواتيمالي بسبب تورطه في قضية فساد الفيفا المعروفة باسم فيفا جيت. خيمينيث الذي أعيد انتخابه لرئاسة اتحاد كرة القدم عام 2013 لمدة 4 سنوات صدرت بحقه مذكرة توقيف لارتباطه بالجريمة المنظمة وغسل الأموال. فصل من رئاسة الاتحاد في 4 من كانون 1 ديسمبر الماضي. بعد سلسلة من النتائج المخيبة أعلن نادي روما إقالة مدربه رودي غارسيا. خيار فريق الذئاب وقع على الإيطالي لوتشيانو سيباليتي لخلافة الفرنسي حيث وقع معه عقدا لمدة موسم ونصف موسم. سيباليتي درب روما بين عامي 2005 و2009 وتمكن من قيادة فريقه إلى الدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد، وهو سيلتقي الفريق نفسه في الدور 16 بعد شهر تقريبا. المحكمة القضائية الإسبانية تستدعي البرازيلي نيمار للإدلاء بشهادته في 2 فبراير شباط المقبل. لاعب برشلونة المتهم سيدلي بأقواله حول عملية انتقاله إلى النادي الكتالوني صيف 2013. صندوق الاستثمار البرازيلي DAS يدعي أنه يستحق نسبة أعلى في صفقة انتقال البرازيلي من صفوف سانتوس إلى البلاوغرانا. وإلى جانب نيمار سيتم استدعاء الرئيس جوزيف ماريا بارتوميو وسلفي ساندرو روسيلي. انهيار أسعار النفط أصابت شظاياه القطاع الرياضي بشكل عام في البحرين. خفض ميزانية الشباب والرياضة سيفاقم الخيبات عام الأولمبياد والاستحقاقات الداهمة. انخفاض أسعار النفط أدخل الرياضة البحرينية النفق المظلم. سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة في المملكة الخليجية ستفضي بحسب مسؤولين أولمبيين إلى نتائج متدنية في الآونة المقبلة. الأزمة المادية المستجدة في الرياضة البحرينية ستؤدي إلى إلغاء المعسكرات التدريبية للمنتخبات، كما من شأنها أن تجبر الاتحادات الوطنية على خفض الإنفاق وبالتالي على إلغاء العديد من برامج الإعداد قبل خوض المنافسات والاستحقاقات الخليجية والإقليمية والعالمية. ألعاب القوى أبرز المتأثرين سلبا بهذا القرار. الاستعداد لأولمبياد ريو يتطلب الكثير من المصاريف. نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى محمد عبد اللطيف بن جلال طالب اللجنة الأولمبية سابقا بزيادة الدعم، واصفا اتحاده بأنه الوحيد القادر على حصد الميداليات في الألعاب الأولمبية. أكثر من 20 عداء وعداء تأهلوا للمشاركة في عدة مسابقات، وسيكون العدد قابلا للارتفاع مع استمرار المشاركات في الملتقيات الدولية. ويرى جلال في شركات القطاع الخاص أفضل بديل للدعم الحكومي بغية السير بالمخططات التي وضعها الاتحاد. خفض الميزانية بنسبة 15% سيلقي بظلاله أيضا على اللعبة الشعبية الأولى كرة القدم. البحرين تتأهب لإطلاق دوري المحترفين في الموسم المقبل، وهذا الأمر يتطلب توفير نحو 300,000 دينار لكل ناد. تأمين هذا المبلغ ليس بالأمر اليسير على الفرق، وبالتالي سيكون لزاما تأمينها من الرعاة والداعمين القليلين أصلا. باقي الاتحادات والأندية ستقع تحت نير الأزمة المادية أيضا، فميزانية الشباب والرياضة تبلغ نحو 30 مليون دينار، يذهب الثلثان منها إلى اللجنة الأولمبية والاتحادات الكبرى، والثلث الباقي إلى مختلف الألعاب والنشاطات الشبابية ولصيانة الملاعب. وتبدو الأمور مرشحة للأسوأ مستقبلا، حيث تعتزم الحكومة زيادة التقشف، وبالتالي ستذهب الأندية باتجاه الخصخصة إذا وجدت أو الاندثار.
توج السالمية بطلا لكأس ولي العهد الكويتي بفوزه في المباراة النهائية على فريق الكويت. فيصل العنزي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74، قاد فريقه إلى التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، حيث فاز بها سابقا عام 2001. نبقى في الكويت، حيث قررت الهيئة العامة للرياضة مقاضاة اللجنة الأولمبية الوطنية لتسببها في تعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي. الهيئة رأت أن اللجنة الأولمبية تعمدت إرسال شكاوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية للإضرار بالرياضة في البلاد. الحكومة الكويتية طالبت كلا من رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ أحمد الفهد وشقيقه الشيخ طلال وعمتهما الشيخ نعيم الأحمد وجميع أعضاء اللجنة الأولمبية بتعويض قدره 400 مليون دينار. نادي بايرن ميونخ الألماني يواصل سياسة التقرب من جماهيره العربية. جديده نشر فيديو لنجومه وهم يتحدثون اللغة الضاد. نتابعها معا. البايرن يتكلم العربية. 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 والآن ننتقل إلى جولة الصحف مع عبد الرحمن عز الدين. شكرا لك يا عبير، السلام عليكم مشاهدينا. نبدأ جولتنا الصحفية مع غلاف صحيفة ميرور الإنجليزية، حيث حمل العناوين التالية: لم نعد مملين، في إشارة إلى مباراة مانشستر يونايتد بمواجهة نيوكاسل. وفي الموضوع نفسه كتبت: اليونايتد وجد الطريق للأهداف، ولكن هدفي روني في المباراة أفسدتهما صاروخية دومت. نبقى في إنجلترا، حيث كشفت صحيفة ديلي ستار أن مانشستر يونايتد بات مهتما بالتعاقد مع لاعب فالنسيا أندري جوميز خلال سوق الانتقالات الشتوية. الصحيفة أشارت إلى أن اهتمام اليونايتد بجوميز جاء بعد فشله في التعاقد مع ساول نيجاز لاعب وسط أتلتيكو مدريد. إلى إسبانيا وغلاف صحيفة ماركا الذي حمل العناوين التالية: تواصل تام بين لوكا وزيدان، زيدان يسلم الكرواتي الحكم في قيادة الملعب، مودريتش حلقة الوصل بين الدكة والملعب، بيل وبنزيما ينافسان رونالدو على لقب هداف الفريق. في إسبانيا أيضا نشرت صحيفة سبورت رسما كاريكاتوريا ساخرا من ريال مدريد، ورأت أن الفيفا خدع الريال باختياره 4 لاعبين من ريال مدريد في التشكيلة الأفضل للعام الماضي. الصحيفة أشارت إلى أن الريال لا يستحق أن يحصل على عدد لاعبي البارسا نفسه في التشكيلة، مذكرة بأن برشلونة فاز في الكلاسيكو العام الماضي برباعية ووضعت النتيجة في الكاريكاتير. عربيا اخترنا لكم مشاهدينا هذا العنوان من صحيفة الشروق الجزائرية: الفرنسيون يطلقون سيناريو فقير 2 لتخويف محاربي الصحراء الجدد. الصحيفة سلطت الضوء على القدرة الجزائرية على اجتذاب لاعبين فرنسيين من أصل جزائري للعب مع منتخب محاربي الصحراء. الفرنسيون بحسب الصحيفة استهجنوا التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين ياسين بنزية وأدم والناس، ما دفعهم للتصدي لهذا الأمر بغية الاستفادة من اللاعبين الذين تنشئهم المدارس الكروية الفرنسية. نختم مع صحيفة اليوم السابع المصرية، وجاء فيها: ميدو يبدأ ثورة التشكيل البيضاء أمام الشرطة. بحسب الصحيفة فإن مدرب الزمالك أحمد حسام استغل مباراتي الداخلية وإمبي للتعرف على إمكانات فريقه، وعلى هذا الأساس سيبدأ حملة تغييرات واسعة بداية من مباراة اتحاد الشرطة السبت المقبل. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة الصحفية، نعود وإياكم إلى عبير. شكرا لك عبد الرحمن. في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، لقاء الجرحى ينتهي بفوز لوس أنجلوس ليكرز على ضيف نيو أورلينز بفارق 4 نقاط. لو ويليامز سجل 19 نقطة ومرر 8 كرات حاسمة، فقاد متذيل القسم الغربي للفوز 9 هذا الموسم مقابل 31 هزيمة. تايكري إيفانز كان الأفضل في صفوف نيو أورلينز فسجل 21 نقطة، لم تحل دون تلقي صاحب المركز ما قبل الأخير في القسم الغربي الخسارة 26 هذا الموسم. Purple and gold on top. 74-71. 988. Lou Williams.
working on Holiday for the lead. Yes, Lakers on top. Timeout, Pelicans. Minute and three in a row. Lakers four. كارلوس ساينز يواصل تألقه في رالي داكار ويفوز بالمرحلة التاسعة من النسخة 38. الإسباني قطع مسافة 285 كيلومترا في 2:35:31. سائق بيجو تفوق على سائق ميني ريك فان لون بفارق 10 ثوان وعلى الفنلندي ميكو هيرفونن بفارق 17 ثانية. بطل نسخة عام 2010 انتزع صدارة الترتيب العام ب فارق 7:03 عن الفرنسي بيتر هانسل، فيما ازدادت محن الفرنسي سيباستيان لوب حيث ابتعد عن الصدارة بفارق أكثر من 2 ساعة. نهاية نشرتنا الرياضية، شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله.